بسم الله، أهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن المكتبات الموجودة داخل برنامج الهليوسكوب. زي ما شوفنا احنا تعاملنا مع برنامج الهليوسكوب، سجلنا في البرنامج أو في الموقع، فتحنا الأيقونات الرئيسية أو فتحنا الواجهة الرئيسية للهليوسكوب، هنلاقي أربع أيقونات مهمين جدا. رقم واحد هوم، دي الواجهة الرئيسية اللي بتشوفها داخل البرنامج، هوم، تمام. رقم اتنين المشاريع او البروجكتس، تمام، اللي احنا هنبدأ ننفذ مشاريع طاقة شمسية من داخل هذا البرنامج. رقم تلاتة اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده، اللي هي اللايبرز او المكتبات الخاصة ببرنامج الهيلوسكوب. رقم اربعة الدوكيومنتيشن، ان شاء الله هنعمل عنها فيديو مستقل. يبقى انا هنا هبدأ اشتغل على اللايبرز، تمام. مهم جدا ان انا ابدا باللايبرز قبل ما ابدا ادخل في البرنامج واعمل بروجكت والكلام ده. ليه؟ لان افرض عندي في موديول نزل جديد عايز اضيفه للبرنامج، او في عندي انفرتر مش لاقيه في السوفت وير الخاص بالبرنامج. الكلام ده بيحصل في البي في سيستم في البرنامج بتاع الهيلوسكوب. هنا انا ممكن اضيف ملفات خاصه بلوح شمس جديد نازل، ممكن اضيف ملفات خاصة بانفرتر. زي ما احنا شايفين هنا لو فتحنا لايبرز هنلاقي الموديولز اللي هي البي فيو موديول، الالواح بتاعت الطاقة الشمسية النهاردة، تمام. حد صنع موديول جديد فاحنا عايزين نضيفه للبرنامج، يعني البرنامج ده نزل اليوم، بكرة ان شاء الله في واحد صنع برنامج جديد او صنع لوح جديد عايزين نضيفه للبرنامج، هنعمل ايه؟ هو مديني امكانية اضيف الالواح الجديدة اللي مش موجودة عندي في البرنامج. طيب لو انا حد مثلا صنع انفرتر جديد، موديل من انفرتر من اي شركة نزل جديد، لازم اختار ان انا احمل الملف الخاص بتاع الانفرتر ده اللي احنا سميناه ملفات الاو ان دي، وفي الالواح ملفات البان فايل، وبعد كده لو في وايرز معينة اسلاك، او لو في ميتيو فايلز الملفات الجغرافية، وهنبدأ نشوف الكلام ده بالتفصيل. اكتر حاجه تهمني ان انا اقدر اضيف موديول جديد، لوح شمس جديد، واقدر اضيف انفرتر جديد. فانا لو دخلت عايز ابدا اشوف البرنامج عندي واشوف اضيف فيه القصه دي ازاي بالتفصيل، فانا دخلت على موديولز. الميزه ان انت لازم تبقى مذاكر الجزئيه دي من الاول عشان تبدا حتى تشوف البرنامج ايه الالواح اللي موجوده جواه، بيعرض ازاي شكل الالواح قبل ما تدخل على التصميم، فده مهم جدا بالنسبة لنا. طيب انا هدخل، دخلت هنا على الموديول، قال لي ايه؟ كومبوننت لايبرري موديولز. انا هنا في اللايبرري بتاعت الكومبوننت بصفة عامة اللي هي مكتبة المكونات. طب انا فين دلوقتي؟ جوه موديولز. طب هبدأ اعمل سيرش ازاي ولا اشتغل ازاي؟ قال لك والله انت ممكن تشتغل بالمانيفاكتشر المصنع، تمام، ممكن اشتغل بالموديول نيم، اسيرش هنا بالموديول نيم. طيب هل انت عايز تختار كل الالواح الشمسية بكل التكنولوجيز، ولا انت عايز تختار تكنولوجي معينة؟ طبعا احنا عارفين وشرحنا في فيديو قبل كده التكنولوجيز المختلفة الخاصة بالالواح الشمسية، فانت هنا هتلاقي السل تكنولوجي. ممكن تبقى انت عايز تدور على لوح مونو، او عايز تدور على لوح بولي، او بخاصية ال HIT او ال CIS او ال CDTE، تمام. كل الانواع دي عبارة عن تكنولوجيز خاصة بالسل، وموجود في الفيديوهات السابقة شرح لهذه التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الألواح الشمسية. فأنا هنا والله عايز أسرش مثلا، قبل ما أسرش أشوف هو بس بيعرض إزاي. أدو الموديول هنا كاتب لي أبديت موديول، لو أنا عايز أدخل موديول جديد، لو أنا عايز أدور على موديول معين داخل برنامج الهيلوسكوب بيعرضها إزاي بقى؟ بيديني هنا النيم، اسم الموديول، والمانيفاكتشرر المصنع، والباور القدره كام وات، والتكنولوجي اللي احنا شرحناها هنا اهو. التكنولوجي ممكن لو انا اخترت عايز، هنا شايف هنا جايب لي التكنولوجي مثلا اس اي بولي بولي بولي، وفي النص واحده مونو، وفي اللي بعديها مثلا اتش اي تي وهكذا. لا انا عايز اعمل فلتر اشوف كل الناس الاتش اي تي، تمام. تروح تلاقيه بص جاب لك دول اهم، هم دول اللي شغالين بتقنيه ال HIT في تصنيع السل الخاصه باللوح الشمسي. طيب انا عايز اشوف خاصيه او تقنيه تصنيع الخليه ال CIS، اروح مختار CIS، هتلاقي دلوقتي يروح جايب لك كل ال CIS، كل دول CIS تكنولوجي. طب انا عايز ادور على لوح مونو،
خلاص هروح مختار مونو، هيبدأ يجيب لي هنا ادي الباور بتاعتي وادي التكنولوجي. طبعا هنا بيديني الفي ام بي والاي ام بي، تمام، الجهد الخاص بالماكسيمم باور بوينت التراكنج اللي احنا قلنا عليه في فيديوهات قبل كده، تمام، والاي ام بي الماكسيمم باور بوينت. بعد كده بيديني هنا ابلودد باي، طبعا هنا لو ابلودد باي الشركه اللي هي الخاصه بهيليوسكوب هيكتب لك فولسوم لاب، ده هما اللي رافعينه. لو انت ابلودد باي الاكونت بتاعك بيدي لك ان انت اللي ايه اللي رافع الملف ده. انا طبعا لو عايز ادور على شركه معينه، تمام، فانا دلوقتي هدخل هنا، تمام يا شباب، انا هنا طبعا زي ما قلنا خلاص التكنولوجي سيل او السيل تكنولوجي. لو انا عايز ادخل اعمل سيرش، لو انا عايز ادخل اعمل سيرش على احد شركات الالواح الخاصه بالطاقه الشمسيه زي جينكو سولار والجي اي سولار وكنديان سولار واي حد، انا دلوقتي عايز اعمل بحث عن شركه استرو انرجي، فانا كل اللي هعمله طبعا ابقى متاكد ان هنا السيل تكنولوجي اول على اساس يدور لي في كل الحاجات اللي موجوده عنده في السوفت وير، وهكتب استرو. ممكن ادور على جي اي سولار، ممكن كنديان سولار، انا بدور على استرو انرجي، استرو انرجي، تمام، ادي عندي استرو انرجي. خلاص انا عايز استرو انرجي، شركة استرو انرجي من الشركات الكبيرة جدا اللي بتصنع الواح طاقة شمسية. انا دلوقتي دخلت كتبت استرو انرجي، شايف المانيفاكتشرر كله هنا باسترو انرجي، جايب لي طبعا الالواح، في الواح بولي، في الواح مونو، وبيديني تمام كل الالواح الافالبل عنده، كل الالواح الافالبل عنده. يعني انا مثلا عايز ادخل على استرو انرجي، تمام، لوح مونو 430، خلاص دخلت كده اهو، اخترت اللوح ده اهو. الميزه الخطيره في البرنامج جاب لي كل الداتا عن اللوح اهو، استرو انرجي، تمام، ده الموديل بتاع اللوح 430 واط، ادي التفاصيل بتاعته، الموديول موديل، ادي النيم، اسم اللوح، الموديل من شركه استرو انرجي، المانيفاكتشرر استرو انرجي 430 مونو 156 سيل فوتون دي بي اللي هو السورس، فولسوم لاب اللي هو اللي بيضيف السوفت وير الخاص بالبرنامج. بعد كده مديني الموديول بيرفورمانس الكاركترستكس بتاعته، تمام، وبيديني الباور والفي ام بي والفي او سي، تمام، طبعا الكلام ده شرحناه في فيديو قبل كده، الباور اللي هي القدره بالوات، بيديني الفولتج الخاص بالماكسيمم باور بوينت، والفولتج الخاص بالفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت، تمام، والفي او الاي ام بي، الاي ماكسيمم باور بوينت، والدايمنشنز بتاعت اللوح، والتمبريتشر كوفيشنت، الكلام ده كله مهم جدا في حاله الباور وفي حاله الفي اوبن سيركت وفي حاله الاي شورت سيركت، واللاست ابديت اخر تحديث ليه كان امتى، تمام، وبيديني الاريديانس والاي شورت سيركت، والكلام ده عند كل الاريديانس. يعني مثلا لو الاريديانس 1000 يبقى الاي شورت سيركت قيمتها كذا، واللي مكتوبين هنا في الجنب دول بيتغيروا حسب الاريديانس، لو الاريديانس 800 وهكذا، وبيديني كل الكيرفات الممكنه، تمام، الخاصه بالاي في كيرف الخاص باللوح، وبيديني الموديول كاركترستكس تايب، طبعا ده عباره عن بان فايل والريفرنس بتاعه بتاع البان فايل، كل التفاصيل اللي انت محتاجها عن اللوح الاسترون، تمام، شركه استرون، اللوح ال 430 هتلاقيها في الداتا شيت، جايبها لك البرنامج اوتوماتيكلي لو اللوح ده متضاف عنده. طيب افرض انا دلوقتي عندي لوح معايا ملف البان فايل بتاعه عايز اضيفه للبرنامج، اعمل ايه؟ هختار ابلود موديول، هيفتح لي هيقول لي الموديول ابلود، تحميل موديول، اقول له والله سيلكت فايل، هروح انا كنت جايب مثلا ملف، تمام، جينكو سولر، هروح ضاغط هنا جي كي اهو، الملف البان فايل اترفع عندي من شركة جينكو سولر اهو، تمام، اروح اديله هنا. طبعا انا لو عايز اعمل ايه، اشوف اعمل بريفيو،
هيديني شكل اللوح نفس الكاركترستكس اللي كنا بنشتغل الشكل الكاركترستكس هنا على اليسار بتاعت اللوح تمام، وبيديني الكيرفات بتاعته وقيم الاريديانس المختلفه وملف البان فايل وكل الداتا انا خدتها من ملف البان فايل اهو. جينكو ده الموديول بتاعهم، المانيفاكتشرر جينكو سولار، اللوح ده 470 واط، الفولتج بتاع الماكسيمم باور والفولتج بتاع الاوبن سيركت والاي شورت سيركت والاي ماكسيمم باور والتكنولوجي. اللوح ده عباره عن مونو تايب 78 سيل، الدايمنشنز بتاعته، التمبريتشر كوفيشنت، كل حاجه عن اللوح، كل حاجه عن اللوح تمام. خلاص انا بديله تمام ابديت، بيقول لي خلاص شايف كده بقى بالاخضر اهو، يبقى اللوح ده ما كانش موجود، اتضاف سكسسفولي ابلودد، سكسسفولي ابلودد، يبقى اللوح ده اتضاف خلاص عندي في البرنامج. لو عايز اضيف لوح تاني، يا رب يكون عندي 50 100 لوح، اجيب ملف البان فايل اي اسم دوت بان، اي اسم دوت بان، خلاص اخترت كده اتضاف عندي الموديول، بيقول لي خلاص الموديول ده متضاف قبل كده اهو، تشوف الكاركترستكس بتاعته، اقول له خلاص لو انا عايز اشوف بريفيو او ادي له ابلود يا عم، خلاص هو ضافه، هو بيقول لك انا ضفت اللوح ده خلاص تمام. فانت اي لوح مش موجود داخل الالواح هنا تقدر تضيفه تمام. انا هديلكم الملفات البان فايل، لو اي حد محتاج ملفات البان فايل يكلمني تمام، او يرسل لي على اللينكد ان وهزوده بملفات البان فايل بتاعه كل الشركات المتاحه معايا تمام. يبقى احنا زي ما شفنا لو احنا عايزين نعمل سيرش عن اي شركه بندخل نكتب اسم الشركه وبنجيب الموديول ده، بييسر عليا قبل ما ادخل في ان انا اعمل ديزاين ابقى عارف البرنامج ايه اللي موجود جواه، انا اضيف سوفت وير ازاي، ابدا اضيف لوح معين. افرض ان انا شغال مع استرون انرجي تمام، استرو انرجي والله في ملف الفلاني مش موجود داخل الهيليوسكوب، انا هاخد ملف البان فايل وابدا اضيفه للهيليوسكوب بسهوله من خلال ان انا ضفت مين، ضفت تمام لوح معين تمام.